السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن مراجعة لأقوى قيسة لتشغيل لعبة بابجي اللي هي HB600G1 الجيل الرابع كور i5. الكيسة زي ما احنا شايفين قدامنا كده، ده الشكل البودي بتاعها زي ما احنا شايفين. الكيسة بتيجي بمعالج كور i5 الجيل الرابع زي ما احنا شايفين قدامنا، والرامات بتاعتها بتبقى رامات DDR3 تمام. هي بتيجي برامات 4 جيجا او 8 جيجا زي ما انت عايز. هي فيها عموما فيها 4 بنكات للرام، ممكن تحط ايه كل رام مثلا 8 جيجا، او كل بنك مثلا يركب عليه رامات 4 جيجا زي ما احنا شايفين. وده المروحه الفانه بتاعت البروسيسور، والبروسيسور اللي جاي مع الكيسه ديت بروسيسور كور اي 5 الجيل الرابع. طبعا اداء البروسيسور طبعا معروف بالنسبه لناس كتير جربوا الكيسه دي. الكيسه دي كيسه من الكيس المحترمه. وهنا دي الهارد ال 500 اللي بيجي مع الكيسه، وده هارد اس اس دي. طبعا الهارد اس اس دي معروف بسرعته، ان هو بيبقى سريع جدا، وطبعا ده مخصص ل عاملينه بس لتنزيل الويندوز زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. الشكل ده الشكل بتاعها، المخارج بتاعتها زي ما احنا شايفين، مخارج البي اس 2 بتاعت الكيبورد والماوس، وده الباور سبلاي، ودي اليو اس بي زي ما احنا شايفين، وده المخرج ليه الفيجا. طبعا في امكانيه ان انت تركب كارت خارجي زي ما احنا شايفين كده، في مخرج للكارت الخارجي زي ما احنا شايفين قدامنا كده، تقدر ان انت تركب كارت خارجي. بس طبعا لازم تاخد بالك وانت بتجيب كارت خارجي ان تتاكد ان الكارت الخارجي يشتغل على الباور بتاعها، لان هي زي ما لها مزايا لها عيوب. من عيوب الكيسه ديت ان الباور بتاعها زي ما احنا شايفين قدامنا كده 320 واط، زي ما احنا شايفين قدامنا كده 320 واط اهو، واضح قدامنا كده. من عيوب الكيسه ديت ان الباور بتاعها 320 واط، فطبعا عشان انت تجيب كارت خارجي يفضل ان الكارت الخارجي يكون بيشتغل على الباور دوت. لو جبت كارت خارجي مثلا زي ار اكس اي تي اي ار اكس 4 جيجا، ار اكس 570 580، طبعا دوت بيحتاج باور سبلاي 500 واط عشان يشتغل بكفاءه عاليه، فطبعا الباور دوت مش هينفع، فبتشتري طبعا باور تاني وبتجيب له وصل التعديل عشان تركب في المدخل بتاع البورده زي ما احنا شايفين كده. بتجيب له وصل التعديل زي ما احنا شايفين قدامنا عشان ايه يبدا ايه يشتغل معاك بكفاءه عاليه من غير اي مشكله تمام. زي ما احنا شايفين، ودي محتويات الكيسه زي ما احنا شايفين قدامنا كده. دي كانت مراجعه سريعه لواحد من اقوى الاجهزه اللي نزلت الفتره الاخرانيه، اللي هو ال HB600G1 والاصدارات اللي نزلت بعد كده. ده شكل الكيسه زي ما احنا شايفين تمام. في نهاية الفيديو أتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك والاشتراك في القناة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.